سيداتي سادتي، انتباه من فضلكم، هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح، المرجو عدم استعمال لغة الخشب. شكرا على تفهمكم. سين وجيم بدون لغة خشب. على بركة الله، مرة أخرى بدون لغة خشب، دائما بدون مواد حافظة. القاعدة معروفة كنذكر بها، الرمضاني كيسول شنو بغى وكيف بغى، الضيف كيجاوب شنو بغى وكيف بغى، إنما لابد يجاوب بدون لغة خشب. سين وجيم بدون لغة خشب. خالد ياسين، شكرا لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب. مرحبا بك، أنا معك ولو أنني متواجد في الرياض، حتى ولم أكن جسديا حاضرا معك، ولكن وجدانيا أنا معك حتى أطلع على السلام. شكرا لك خالد ياسين. على ما يبدو مندمج معنا في أجواء بعيدة عن مرارة الإقصاء ديال المنتخب، ماشي معنا، مندمج معهم. خالد ياسين مندمج مع كل ما يتعلق بكرة القدم المغربية والشأن الكروي المغربي، حينما يتعلق يجب أن تكون ولو تكون في المريخ ستتابع هذا اللقاء، لأن هناك تراكمات، هناك تفاعلات، هناك أشياء تهم في نهاية المطاف. أنا ابن هذا البلد وأتفاعل كما يتفاعل الآخر، ولكن على طريقتي. أنا أتفاعل بالعقل ولا أتفاعل بالقلب، أتفاعل أنا أقول بالحكمة، بالنظرة العميقة للأشياء أكثر مما أتفاعل بالعواطف. أنا رأيت من مشواري الإعلامي الكثير من زملائي الإعلاميين أحيانا في مباريات ينفعلون ويرمون بالأقلام وبالكراسات، وأحيانا بالهاتف المحمول ويتكسر هذا الهاتف المحمول، وكنت دائما أقول لهم بالله عليكم كيف يمكن أن تنقلوا للذي ينتظركم ولم يشاهد المباراة، أن تنقلوا واقع المباراة وتنظرون النظرة الدقيقة وأنتم طرف في المباراة. أعتقد اليوم الإعلامي، الفكرة الإعلامي يجب أن يكون دائما في جانب يجعله لا يتأثر بمحيطه الخارجي، لا يسمع المعلق، لا يلتفت إلى صحة الجماهير، ينظر بموضوعية. لما تنتهي المباراة هو الذي توكله مهام النظرة التي لم يشاهدها أحد، اللاعبون، المدرب، الجمهور هم طرف عاطفي في المباراة. ولكن إذا سمحتي خالد ياسين، أن يكونوا نعم تفضل، هذه الفلسفة ديالك في التعامل مع القضايا الرياضية خصوصا الوطنية هي اللي خلت بزاف ديال الناس كيقولوا واش خالد ياسين معانا ولا مع غانا، هل هو فعلا المغربي العاطفة والقلب والعقل، كيف كيقدر يتجرد من العاطفة باش يتعامل مع قضايا الرياضة؟ طبعا بإمكانك أن تسأل الكثير من زملائي وأصدقائي الإعلاميين حينما نكون نحن نشاهد مباراة كرة القدم، وكانت الفرصة كأس مونفريش بدون أن أذكر الأسماء، الانفعال الذي يظهر بعض زملائي، وكانت السيدة المكلفة بالمكياج قالت لي أنا لا أراك تنفعل وتتفاعل مع المباراة. قلت لها إذا كنت سأتفاعل فمكاني في المدرجات مع الجمهور، مكاني أنا هي عملية ضبط الأعصاب ونسيان أن هذا المنتخب الذي يلعب هو منتخب المغرب، لأن هذه هي طريقة التحليل. هناك من يقوم بها بعد المباراة، لا أنا أقوم بها أثناء المباراة. حتى الطاقم الذي يتواجد مع وليد الرياضي حينما تنتهي المباراة يأخذون الشريط ويبدأون بمعاينته والتدقيق في الثغرات التي ظهرت في المباراة، أنا أراها أثناء المباراة. هذا هو الفرق. أي حاليا خالد ياسين، أكيد أنت متابع للسوشيال ميديا بطريقتك، واش عارف بأن اسمك ترند هذه الأيام؟ والله قال لي واحد مرة عملت الموضوع قال لي هذه تندنس. قلت ما معنى التندنس؟ أنا قلت لك مرة أنا في قضية التواصل الاجتماعي وحتى في قناتي
ربما سأخبر الناس أن ليس لدي فنيين، أنا الذي أصور وأنا الذي أقوم بالمونتاج وأنا الذي أختار الصورة وأنا الذي أضع أشرك مثلا فيديو معين حتى أستشهد به. هذه أمور اجتهدت فيها وتعلمت فيها، ولكن أنا في السوشيال ميديا وفي التقنيات أنا أمي وأبي وجدتي وعمتي وخالتي وشدي وكل شيء لا أفهم فيها شيء والله لا أعرف. ولكن رغم كل هذا لا أمك ولا جدتك ولا والدك كلهم نعم. مع ذلك اسمك ترند هذه الأيام، وكل اللي كيقول والله بعد كيقول خالد ياسين كان على حق. أنا العملية لست لا أضع نفسي أني كنت على حق أو لا أكون على حق، أنا أضع نفسي في في الجانب الموضوعي لكل القضايا التي أتطرق لها. وجانب العاطفة ليس لدي، أنا أنظر إلى وجود المنطق في كلام مدرب ما أو في اختيارات مدرب ما أو في التعامل مع قضايا معينة. لأنني أنا مثلا سأعطيك مثال، لا أقبل بأن يأتي وليد رجلي ويقول حملت سفيان بوفاه في المجموعة وقلت له أن لو كانت اللائحة 23 كنت لن أخذك معي، ولكن مدام اللائحة 27 أخذها. ولكن نفاجأ أنه في كأس أمم أفريقيا بدأ بوفال ويلعب أساسي على حساب 23. يعني انعدام المنطق حينما لا يكون اللاعب في تنافسية ورغم ذلك تنادي عليه. هذه الأشياء التي أنا أنظر لها، أنا لست مختلفة عن نرجع ربما أنا أجهر خالد ياسين بالشيء. غادي نفصلوا فيما يتعلق بما حدث في الكوت ديفوار، ولكن قبل واش ما كانش خالد ياسين في قمة سلبية تجاه المنتخب قبل الكوت ديفوار ما بين كأس العالم وما بين كأس إفريقيا؟ ولماذا تقول أنه حتى أثناء كأس العالم؟ هذه السلبية هو تعبير يستعمله الذين ينظرون إليه. يجب أن تسألني هل أنا أتعامل مع نفسي بسلبية تجاه الموضوع أم لا؟ أنا قلت لك بأن حينما يتعلق الأمر بمباراة منتخب المغرب تظهر لي كأنها قلت لك في أول لقاء بيننا أن باكستان يلعب مع أفغانستان، أنا واجبي الإعلامي يحتم علي أن أنظر إلى المباراة من غير عواطف. تنتفي الوطنية في مباراة كرة القدم التي سأكون أنا بصدري النظر إليها وتحليلها والحديث عنها. هي مباراة كرة القدم، هي لعبة، هي 90 دقيقة. وأنا أقول للناس الذين غضبوا أحيانا يدخلون في تعليقات سامحهم الله تجاه اللاعبين تجاه المدرب تجاهي أنا تجاه الكثيرين، أنا في نهاية المطاف بإقصاء المنتخب المغربي هل تم المس بالوحدة الترابية؟ هل تم اختراق الحدود؟ هل تم المس بمؤسسات الدولة أو بالمواطنين؟ هي مباراة كرة قدم دورة من الدورات. أعطيك مثال، ألمانيا صاحبة المجد والتي لعبت على الأقل 7 إلى 8 مباريات نهائية في كأس العالم، 4 ألقاب في كأس العالم، مدرسة كرة القدم، خرجت مرتين متتاليتين من الدور الأول، ولكن الناس تذهب لتنكب لتعرف لماذا خرجت. أنا أعتقد في كأس العالم الناس كانت تحتاج إلى متنفس، تحتاج إلى لحظات فرح، تحتاج إلى أن تعيش لحظات حلم بدأ يكبر بمرور المباريات وتوقف عند الدور. على المستوى الفني هذا هو دوري أنا. طيب خالد ياسين قبل ما نمشي لكأس العالم نسألك سؤال مباشر وبغيت عليه جواب بدون لغة خشب. خالد ياسين بدون لسان خشب، بدون لسان خشب، واش خالد ياسين حس بالمرارة اللي حسينا بها كاملين، أو كيف العادة خدم عقله وما خدمش العاطفة والقلب؟ جواب مباشر بدون لسان خشب. نعم المرارة تختلف أو درجة ما تختلف من رجل لرجل، من مشاهد لمشاهد، من مواطن لمواطن. هناك من يكون منغمس في هذه العاطفة وأحيانا نشاهدها حتى على المستوى العالمي، لا قدر الله الناس أحيانا تأتيها جلطة أو سكتة قلبية، وهناك كانت حالات لدى الجمهور في كثير من
المباريات، وهناك من يعمل العقل وتكون يخفف من صدمة الإحصاء أو من وقع الإحصاء، وهناك من ينظر بمرارة داخلية ولكن يحكم عقله ويحكم الموضوعية التي تفرضها عليه طبيعة عمله. لأن في نهاية المطاف لو نصاب كلنا بالإحباط، من سيجلس ليتحدث عن الإخفاقات التي حصلت وعن النواقص التي حصلت وعن الاختيارات السيئة وعن عدم نجاح المنتخب في تجاوز هذا الدور؟ يجب أن تكون هناك فئة من الناس تشتغل على هذا الجانب. طيب كانت المرارة خالد ياسين، كانت المرارة، ولكن واش تفاجأتي مرارة لإقصاء؟ لم أفاجأ المنتخب، لم أفاجأ النهاية، ما كانش مفاجئ هذا السيناريو أبدا. في شهر مارس حينما خسرنا أمام جنوب أفريقيا 2-1 وكادت النتيجة أن تكون أكبر، وقلت ونبهت في إحدى فيديوهاتي، قلت بأن يجب أن يشتغل على الورش الهجومي، ولكن وليد بمجرد أن شعر أن خسر تلك المباراة عاد وقال بأنني أنا لا أغير أسلوبي، يلعب 4-1 4-1. لذلك ظل هو حبيس وسجين أفكاره وتصوره، وقع هذه السقطة ستأتي في يوم من الأيام وقريبا، لأن ملامح المنتخب المتجانس القوي الذي يفرض شخصيته والذي يلعب على أساس أنه أفضل منتخب في إفريقيا المصنف رقم 1 وأنه رابع العالم، أعتقد اليوم أنا برأيي وربما أقولها لأول مرة لم أقولها حتى في فيديوهاتي أن المغرب لم يلعب على وضعه العالمي الجديد، لم يعرف كيف يستثمر هذا الوضع ويفرض سيطرته وشخصيته ويقول أنا أفضل منتخب في إفريقيا. بمعنى اشرح لي هذه النقطة خالد ياسين الله يخليك. سأقول لك إياها. إذا أننا لم نشتغل على تعزيز قوة المنتخب المغربي، لم نعرف أننا حينما نبدأ المباراة أن المنتخب هو الذي يفرض نفسه، هو الذي يدخل المباراة بقوة بشراسة كما تلعب فرنسا كما تلعب المنتخبات الكثيرة، تلعب على ستاتيو على الوضع الاعتباري الجديد للمنتخب المغربي، لم تصبح أنت المنتخب الذي كنت تصارع من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم، أنت اقتحمت قلاعا كثيرا ولعبت بجرأة وبشجاعة. أنا أسألك أنت وأنت تتابع كجمهور، هل شعرت بنفس الشراسة التي لعبها بها المنتخب المغربي في كأس العالم في مباريات المنتخب المغربي باستثناء مباراة البرازيل؟ وأنا أعتقد مباراة البرازيل في طنجة أساءت للمنتخب المغربي أكثر مما نفعت، لأن أحيانا هذه الهزائم التي تأتي أو هذه التعادلات أو هذه المباريات العصيبة تفتح عينيك على النواقص وعلى الثغرات وعلى الأوراش التي يجب أن تشتغل عليها. أنا أعتقد برأيي أن على امتداد 13 شهرا نام المنتخب المغربي في العسل، ولم نطور وقلتها كثير من المرات الورش الهجومي، لأننا الكل سينتظرنا في إفريقيا، نحن الذي يجب أن نصنع اللعب، وليس كما كان الحال في كأس العالم كنا نحن الصغار وكان الكبار لا يعرفون طريق المرمى، لأن وضعنا منظومة دفاعية قوية جدا، كان من المستحيل على الفرق التي تلعب الكرة والتي تسعى والتي تطور والتي تحاول أن تهاجم وتنوع في الهجمات، كان من الصعب عليها اختراق دفاع المنتخبات، وهذا ما فعلته المنتخبات الإفريقية. مباراة الكونغو أنا لا أقبل الأعذار أن الطقس والحرارة والرطوبة، هذا على الجميع، ولعبت الجزائر في المباراة في هذا التوقيت، لعبت بوركينا فاسو مرتين ولم تشتكي، لعب السنغال، لعب نيجيريا، لعب مثلا غينيا الاستوائية. أعتقد أن هذه خواسم مشتركة ما بين المنتخبات، حينما نبدأ بإيجاد الأعذار ونتحدث عن التحكيم ونتحدث عن أشياء خارج عن كرة القدم، أعتقد أن المنتخب المغربي افتقد إلى التركيز، غابت عنه حضور البديهة في المواقف التي يجب عليها أن يفكر في كرة القدم، دخل في أشياء جانبية على مستوى التواصل الاجتماعي، أناحي الذي صرح بخصوص المنتخب المصري، حكاية الشجار والأحداث المؤسفة التي كانت في مباراة الكونغو، حكم اللجنة التأديبية، نقد لجنة الاستئناف، كل هذه الأمور كان من المفترض أن نبتعد عنها. طيب نسولك خالد ياسين، انطلاقا من هذا القراءة
سؤال بسيط ساذج، شكون المسؤول على توقف المشوار في ثمن النهاية بالطريقة اللي شفناها جميعا؟ دائما حينما يتعلق الأمر بإخصاء يكون المسؤول الأول هو وليد الرقاي، وقالها قد لقد فشلت وهو الذي يتحمل المسؤولية كاملة. ولكن حينما نتحدث عن المسؤولية، مسؤولية المدرب، هو يدير مجموعة، وهذه المجموعة يجب أن لا ننسى أن فيها أطراف مؤثرة، وهذه الأطراف لم تؤدي واجبها وما هو كان منتظرا منها. هناك منظومة كاملة كرة القدم، ليست أو منتخب ليس فقط مدرب. مدرب صحيح أن نحاسب على خياراته، على طريقة اللعب، على تعاطيه في المباراة، على عدم وجود ردة فعل قوية أو عدم قراءة جيدة في المباراة، ولكن نحمل أيضا للاعبين المسؤولية. اللاعب الذي لا يكون جاهز، لماذا يصر على اللعب؟ حكاية اللاعبين المصابين الذين يتم استدعائهم، أو اللاعبين الذين لم يتعافوا ويتم استدعائهم، أو الذين غابوا عن التباري بشكل جيد مع أنديتهم ونستدعيهم. أنا أسألك سؤال وأسأل الذين يتابعوننا، منتخب كل المغاربة أو منتخب نادي خاص يدخله فقط أو تدخله فقط بعض العناصر التي يرضى عنها المدرب؟ طيب نقف نقطة وليد الركراكي وغادي نرجعوا للاعبين إذا سمحتي. نعم. سي خالد ياسين، فين أخطأ وليد الركراكي؟ أخطأ في الكاستينج حينما أختار اللاعبين. وليد الركراكي ظل في 13 شهرا بدل أن يشتغل على الورش الهجومي، ظل يلعب بنفس العناصر وينتظر نفس العناصر. وسأعطيك مرة أخرى مثال بوفال، حينما قال رغم أنه عاد ولعب فقط 55 دقيقة وكان بإمكانه أن لا يكون في اللائحة، قال كلمة تعبر عن كل شيء، قال أنا أثق فيه، جي كونفيونس اون بي. يعني عملية الثقة المتبادلة بين المدرب وبعض اللاعبين أو بعض ركائز المنتخب المغربي هي التي يجب أن يعاد فيها النظر. المنتخب المغربي ومنتخبات العالم لا تعترف بالأماكن المحجوزة، تعترف باللاعب الذي يكون جاهز وقت المباراة أو وقت الدورة. وهذا هذه قاعدة عالمية يجري بها العمل في كل أنحاء العالم. وسأعطيك دليل عالمي، مباراة المغرب مع إسبانيا في كأس العالم، ومنتخب الإسباني ذهب إلى كأس العالم بدون قلب دفاع، وطلب من رودري الذي هو لاعب وسط الميدان هجومي رائع جدا، طلب منه أن يلعب ليبرو. ولذلك ماذا كانت؟ كانت النتيجة هي إخصاء وظهور المنتخب الإسباني ليس هو نهاية الانتقادات. والرجل الذي يملك الشجاعة حينما خرج المنتخب الإسباني قدم استقالته. المدربين الذين يفشلون في مشوارهم، والحال أن اليوم نتحدث عن وليد الركراكي، أن لديه عقد مع الجامعة ينص على أن إذا لم يبلغ الدور نصف النهائي فسيقدم استقالته. في نظرك وليد الركراكي لا يستمر، هذا موضوع آخر. لا، واش وليد الركراكي في نظرك خالد ياسين خاصو يحط السوارت؟ نعم. من بعد الإقصاء في الكوت ديفوار أم تعطاه فرصة ثانية بالنظر؟ ما ننساوش، ما نكونوش جاحدين، شنو حقق في مونديال قطر؟ هذا السؤال في شقين، فيه الجانب الشكلي التنظيمي التعاقدي الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين. في يوم التقديم فوزي الخشاع اللي هو ابن بلدتك صرح بأن العقد يستمر إلى غاية 2026 بثلاثة محطات. المحطة الأولى وكأس العالم، ولم يطالبه بالظهور أبدا أو الذهاب بعيدا، قال بأن سنعطي صورة مشرفة وسنحاول أن نذهب بعيدا. أما كأس إفريقيا أصر على ذلك وقال بأن يجب أن لا نقبل بأقل من الدور نصف النهائي. وحتى وليد الركراكي قالها 3-4 مرات في المغرب، وقالها في حديث مع RMC، وقال بأن سأله المدير هل أنت لازلت على كلمتك، على وعدك بأنك إذا لم تصل الدور نصف النهائي ستغادر؟ قال له نعم. أخلاقيا يجب على المدرب أن يقدم الاستقالة. أنا ذاك سيبقى من اختصاص فوز الرجاء والجامعة أن ينظروا إلى هذه الاستقالة، إما أن يقبلوها أو لا يقبلوها. أنا ذاك سيقولون نريد أن تبقى معنا، وهذه هي الشروط الجديدة، لأننا الآن ندخل مرحلة أخرى. لا يمكن أن نكون هناك استمرارية، عفى الله عما سلف ونستمر، لأنها ستكون سابقة. سنبدأ بضرب العقود
مصداقية الجامعة هي على المحك الآن، تبرم عقود ويجب أن تحترم العقود. الآن حصل ما حصل، يقدم الاستقالة، ينظر المكتب الجامعي في هذه الاستقالة، يملك الصلاحية في أن يقول له: سيدي نريدك أن تراجع موقفك، نحن بحاجة إليك، ولكن لدينا شروط أخرى، لدينا تصور آخر، لدينا هذه الملاحظات يجب أن نشتغلها. هذه الطقوس والأعراف في التعامل ما بين اتحادات كرة القدم والمنتخب المغربي أو مدرب المنتخب المغربي. حدث ذلك وكنا قد أوجدنا النافذة، وقد رجع آنذاك مع وحيد خليلوزيتش مباشرة بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا الأخير من دور ربع النهائي أمام مصر، وكان موعد مباراة الكونغو ذهابا وإيا قد اقترب ب53 يوم، قال: سنكون في وضع حرج، وفكرنا من الأفضل أن نبقي على المدرب، وجاء بالتأهل إلى كأس العالم. اليوم يجب أن لا تكون هذه حالة ثانية. حتى أقول لك على أي سند قانوني سيبدأ التعامل بين وليد الركراكي والجامعة في ظل أن بند من البنود في الاتفاق تم ضربه. أعتقد الموضوع هو في إشكال قانوني وفيه جانب رياضي. ماشي من المغامرة، من المغامرة خالد ياسين أنه ننهي مسار ناخب دخل التاريخ على كل حال بهذه الطريقة. ولكن نحن لا نشتغل بالتاريخ. هناك منتخبات قوية وعتيدة حصلت على ألقاب، ولكن حينما لا يمرر الخطاب، حينما تستعصي الحلول، حينما لا تأتي النتائج بالشكل الذي هو مخطط له، يكون دائما الانفصال. كثير من المدربين، كارلو أنشيلوتي الذي هو الآن في ريال مدريد، كان مع ريال مدريد وجاء باللقب العاشر الأوروبي الذي استعصى على ريال مدريد، وجاء بالكأس، وفي الموسم الموالي وصل نصف نهائي دوري الأبطال، كان ثانيا في الدوري، وكان في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ورغم ذلك أقيل وعاد مرة ثانية. لذلك أن هذه الدورات بالنسبة للمدربين شيء مألوف. الآن نتحدث نحن من منطلق أننا نريد الاستمرارية، ويجب أولا أن نسأل المعني بالأمر، هل وليد يريد أن يستمر أو لا؟ هذا هو السؤال. لم يسأل أحد وليد عن رغبته، هل يريد أن يستمر في ظل هذا الإخفاق. سئل هو قال نرجع للمغرب ولكل حادث حديث، سي خالد ياسين. ولكن إذا قال سيجتمع برئيس الجامعة، ولكن الإجراءات القانونية يجب أن يضع الاستقالة ثم يجتمع برئيس الجامعة. وهذا بالطبع، أنا لا أتحدث عن المرحلة القادمة، يجب أولا أن نفصل في مسألة استمراره من عدمها، ثم من طلب رئيس الجامعة أن يستمر وليد. آنذاك ممكن أن نتحدث عن الآفاق المستقبلية، هل من مصلحة المنتخب أن يستمر وليد؟ ما هي الشروط الجديدة للاشتغال؟ هل سيغير من أفكاره؟ هل سيغير من طريقة تعاطيه مع اختيارات اللاعبين؟ هل سيفتح الباب أمام كل اللاعبين المغاربة؟ أم أننا سنبقى كما أسمي أنا النادي الخاص الذي يلعب فيه فقط من يدخل في تصور وليد ومن يتجاوب معهم وليد ولدي. خالد ياسين إذا سمحتي، واش ماشي ظلم في حق وليد الركراكي أننا نقولوا حول المنتخب إلى نادي خاص، في حين هو تعامل مع لاعبين لتألقوا في المونديال؟ فين كاين هذا النادي الخاص؟ المونديال من الماضي، المونديال الماضي، نحن نتحدث عن 14 شهرا مضت، لا يمكن أن تلعب بالسمعة أو بالتاريخ أو بما قدمت. أنا استغربت لبعض التصريحات، قال بأنني سأخذ بعض اللاعبين الذين قدموا أشياء كثيرة للمنتخب. المنتخب ليس منصة نكافئ من خلالها اللاعبين، التكريم ومكافأة اللاعبين يكون في محافل أخرى. المنتخب المغربي كما هو الحال بالنسبة للمنتخبات العالم، حينما يدخل مسابقة يدخلها باللاعبين الأجهز بدنيا وفنيا، ليس هناك مجاملة. أنا أسألك، ما الفائدة التي جناها المنتخب المغربي باستدعاء مزراوي وظل 3 مباريات غائب بطبيب ألماني يرافقه، لأن الألمان لم يعد يثق في المنتخب المغربي بعد كأس العالم،
كثير من اللاعبين تحملوا أنفسهم، كثير من اللاعبين كانوا مصابين، وأنت تذكر كأس العالم مباراة فرنسا بأي دفاع لعبنا. نايف أجرد كان مصاب لم يلعب، رومان سايس كان مصر على أن يلعب بعد 18 دقيقة سقط على الأرض، مزراوي سقط هو الآخر. لماذا؟ أنا سأجامل لاعبين غير جاهزين، أنا أضر المنتخب المغربي. أنا أفضل أن ألعب بلاعب متوسط السمعة ولكن جاهز بدنيا، قادر على. احنا شاهدنا كيف أن اليميق وكيف أن أشرف داري وكيف أن بدر بنون، كل هؤلاء تجندوا في الدفاع، لأن في نهاية المطاف أنت تأخذ عناصر، وهذه العناصر تكون في إطار مجموعة، والمجموعة تنتظر فرصتها في كأس العالم. ولا تنسى شيء، هو أن محفل كأس العالم مختلف عن كأس المنتخب في كل المشاركات التي كانت المنتخب، كان دائما هذا يعتبر أو تعتبر نافذة نطل من خلالها على العالم، ويحاول اللاعبون أن يسوقوا صورتهم للحصول على تعاقدات. أنا أطرح لك سؤال وأنت متابع جيد ما شاء الله عليك، الله يحفظك. بعد كأس العالم، بعد تلك الصورة، ألم تستغرب بأن لم يتحرك أي نادي في العالم للتعاقد مع أي لاعب مغربي؟ ألم يفاجئك الأمر؟ أعطيني اسم لاعب في هذه المجموعة ذهب إلى نادي كبير وانتقل إلى نادي كبير. أنا كان معرفش، كنشوف بأنه لماذا؟ تركيزك على هذه النقطة ماشي فيها تنقيس من قيمة اللاعبين ديال المنتخب سي خالد ياسين؟ أبدا، لأن أنا أرى من خلال خبراء الكرة في العالم وهم يتابعون ملفات اللاعبين، نحن ما ننظر إليه كأنه شيء عملاق ينظر له الآخرون بأنه شيء عادي ودون المستوى. سأعطيك دليل. الدليل هو أن هؤلاء الخبراء يأخذون السيرة الذاتية لكل لاعب وينظرون مشواره وأداءه مع نادي، وماذا يلاحظون؟ يلاحظون أن الموهبة موجودة لا نقاش فيها، لا أحد ممكن أن يجادل في موهبة اللاعبين المغاربة، ولكن ما يعاب على هؤلاء اللاعبين هو عدم الثبات على المستوى. إذا استثنينا أشرف حكيمي واستثنينا نايف أجر واستثنينا أيضا نصير مزراوي في بعض الحالات، كل اللاعبين يصعدون ينزلون يلعبون ثلاث مباريات بشكل رائع ويغيبون شهر بالكامل. مثلا أعطيك المعدل التهديفي، يوسف نصير الذي هو اللاعب رقم واحد في الهجوم برأي وليد ويقول هو اللاعب الرسمي ولا يريد أن يسمع شيء آخر، من مباراة البرتغال في نوفمبر الرأسية التي أهلتنا إلى كأس إلى نصف نهائي كأس العالم، متى سجل الهدف الموالي؟ سجله في مباراة تنزانيا في كأس أفريقيا، أي سجله بعد مرور أكثر من 13 شهر. هل هذا يعتبر ثبات على المستوى؟ هذه الصورة التي يأخذها الخبراء في العالم حينما يريدون التعاقد مع اللاعبين، يقولون القيمة السوقية للاعبين المغاربة نزلت بشكل كبير جدا، في حين أن كان من المتوقع أن تصعد. أنا قلت ثلاثة لاعبين فقط هم الذين يحافظون على مستواهم. طيب بهذا المنطق، ولكن إذا سمحتي السي خالد ياسين، بهذا المنطق ديالك في التحليل وقراءة الأمور، شكون اللاعبين اللي ما كانش خاص وليد الركراكي يشاركهم في المنتخب، وبالمقابل شكون اللاعبين اللي عندهم بلاصتهم في المنتخب وما مشاوش؟ أنا أطرح السؤال بطريقة أخرى، هو أن لماذا لا يتم إعطاء فرص لبعض اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم أبدا منذ أن جاء وليد الركراكي؟ بحال من؟ نعطيك سفيان الرحيمي، باتنا، مراد باتنا، اللاعب الذي لعب في ماميلودي ساندانس، المدافع الأيمن الذي كان في أعتقد كان أيضا في نادي البركان، سقط سهوا اسمه ذاكرتي. هناك أيضا الفرص التي لم تعطى لحمد الله، الناس يقارنون حمد الله مع نصيري، حمد الله في كأس العالم كله لعب 64 دقيقة ونصيري لعب 570 دقيقة، لا يمكن أن نقارن بين هذا وهذا. هناك من يتحدث عن إخصاء الصابيري الذي كان نجما في كأس العالم وسجل هدف
على بلجيكا وهز سجل الهدف على البرازيل في المباراة الودية. أنا لم أفهم لماذا كان هذا الإصرار على مجموعة من اللاعبين لم يكن في جاهزتهم وتم المجيء بهم. أعتقد أن الإجابة الوحيدة التي يمكن أن نقبلها ممكن أن نضعها في الحسبان هو أن وليد يقول أنا أثق فيه. في هذه الحالة نحن نتحدث عن ثقة لاعب، ثقة مدرب مع مجموعة من اللاعبين، وصعب جدا أن تناقش شخصا معين يقول لك أن هذا الشخص رغم ما يمكن أن تقول لي عنه فأنا أثق فيه. طيب خالد ياسين، تكلمتي هذا فيما يتعلق بالكاستين كيف سميتيه اللي اعتبرتيه من أخطاء وليد الركراكي، كان فقط المشكل في الكاستينج أم حتى تدبير المباريات كان فيه إشكال؟ بالطبع أنا استغربت أننا في المباريات الثلاث الأولى استعملنا 21 لاعب، هناك من يقول بأن هذا يدل على أن هناك غنى على مستوى المنتخب. أنا أقول المنتخبات التي تذهب حتى النهائي لا يتغير الفريق إلا في حدود أو نستعمل 15 إلى 16 لعيب لا أقل ولا أكثر، لأنك تذهب بكوموندو. عقلية الكوموندو لم تكن لدينا في هذه الكأس. الدليل على أن العملية استغلال الموارد البشرية، بدأنا كأس أمم أفريقيا بإكراهات، لعبنا بالشيبي المباراة الأولى والمباراة الثانية لأن مزراوي لم يكن جاهز، كنا نعلم ذلك، ولأن عطية الله كان مصاب. ولكن تعافى عطية الله ولعب المباراة أمام زامبيا، وقلنا الآن لاعب جاهز ولعب جيدا لأنه يحمل مفاجأة ويعطينا ما كان ينقصنا في الجبل الهجومي اعتبارا الشيبي أول تجربة ومتحفظ وليست لديه المهارات التي يمكن أن تسمح له بأن يصعد إلى الهجوم. واستبشرنا خيرا وقلنا في مباراة جنوب أفريقيا لدينا مدافع أيسر جاهز، وإذا بالمفاجأة تحدث يدخل مزراوي ويقصي عطية الله. أين المنطق في هذا؟ أليس هذا في اختيار التشكيلة؟ أنا أعتقد بأن لا أعرف، كان مشتت الأفكار وبدالي وليد الركراكي يعاني من ضغوط بمرور المباريات وخروج المنتخبات العريقة، كأنه بدأت حالة الشك في إمكانياته وإمكانيات اللاعبين. هذه الثقة التي نتحدث عنها ربما ضربت بمرور المباريات. في حين نعود نرجع إذا سمحتي، وليد الركراكي منذ كأس العالم، وخا أنت ما كيعجبكش دائما نرجعوا لكأس العالم، ربما صار يعتبر من أفضل المدربين عبر العالم. واش اكتشف بأنه ما قدرش يجري إفريقيا؟ واش اكتشف بأنه خاصو يعاود النظر في راسو؟ أو لا كيف ما كيقولوا الناس هذه هي الكرة ضربت في البوطو، هذه هي الكرة ويجب أن يتجدد كملت. هذه هي الكرة، ولكن المدرب أن الخطاب الذي كان قد تبناه في كأس العالم أدير النية ورد في الوالدين يدعو معنا، هذا الخطاب انتهى، هذا موضوع آخر دورة أخرى. يجب أن يتغير الخطاب، أن توجد الآليات لكي تتحدث الدعم وتحمسهم، وليس بالصراخ. ولكن أنا أعطاني الانطباع في حادثة مباراة الكونغو أن كان يعيش حالة نرفزة، وهذه النرفزة شاهدنا حتى على مستوى المنتخب الجزائري كيف أن جمال بلماضي نقل حالة النرفزة إلى لاعبي، وكانت النتيجة التي هي عليها المنتخب الجزائري. لذلك أحيانا المدرب يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى محيط اشتغال يجعله يكون في مأمن نفسيا من كل هذه الهزات. وهذه الهزات أنا أعتقد برأيي جاءت بكثرة التصريحات، وأعتقد أن إذا كان هناك من مستقبل وليد الركراكي مع المنتخب المغربي، أولا يجب أن يبتعد عن أشياء في أسلوب حياته مع الإعلام، بمعنى طريقة التعاطي مع الإعلام ومع اللاعبين. أولا
يجب أن يميز ويفرق ما بين شيئين أساسيين، تدريب النادي شيء وتدريب المنتخب شيء. تدريب النادي، حينما تكون في النادي ممكن أن تسمح لنفسك بحكم ضغوط الجماهير والتجاذبات أن تقول كلمات كما قالها في كثير من المرات كانوا يصفونها، وأنا لا تعجبني أن استعمل هذه الكلمة، الكلمة أتركها لك، كانوا لا ينادون عليه باسمه، وهو أيضا دخل في هذه المنظومة. بغيت تقول راس لافوكا الفيفا واعترفت براس لافوكا، ما عجبكش هي خالد ياسين؟ أنا أتحدث عن منتخب بلد، عن سمعة بلد، عن اسم بلد، أنا لا أتحدث عن نادي. أنا أذكر أول مؤتمر صحفي كان له بعد مباراة تشيلي، وكان يتحدث عن لاعبين وقال كنت أخطط لأشتغل على بعض الجوانب الفنية ولكن المساخيط داروها بي. عيب، يجب أن نصحح العبارات، أن تكون عباراتنا راقية تليق بسمعة المغرب، وتأتي كلمات رافضوكا وتأتي كلمات أخرى في أحاديث أخرى في مؤتمرات صحفية أخرى. أولا هذا الجانب الثاني. الجانب الثاني هو يجب أن يختار لغة للحديث. هذا الخليط والانتقال من العربية إلى الفرنسية إلى الدارجة إلى الإسبانية إلى الإنجليزية يضيع الفكرة ولا يعطي لوليد الجراجي الإمكانية ليعبر عن فكره بشكل سليم. أنا أنصحه ما دام أنه لا يعرف الحديث بالدارجة أن يتكلم باللغة الفرنسية. أسلوب وشخصية وليد الرقراقي هي هذا التنوع وهذا الطبيعة. هناك ضوابط حينما تكون مدرب للمنتخب. أنت لا تأخذ كل المدربين المنتخبات العالمية، ليس هناك هذا الخليط في الكلام، وليس هذا الأسلوب. أسلوب هذا أسلوب نوادي، هذا ليس أسلوب منتخب. المنتخب له حرمته، له تقاليده، له كيانه، له أسلوبه، له طريقة التعاطي فيه، طريقة الحديث فيه. أنت تتحدث باسم بلد، أنت مدرب منتخب بلد معين. لذلك يجب أن تكون على قدر المسؤولية، وأن كلماتك يجب أن تكون موزونة، وأن كل كلمة تحاسب عليها. أنا ضد هذه البهرجة وهذا الفولكلور. يجب أن يكون المدرب والقلعة الآمنة التي يلجأ إليها الجميع، وأن يكون صوت الحكمة هو صوت المدرب. إذا دخلنا، ولذلك شاهدنا ما حدث في مباراة الكونغو التي أنا أعتبرها حالة بالطبع مؤسفة وحالة لا تليق بسمعة الكرة الإفريقية ولا بالمغرب ولا بالكونغو. كان بإمكاننا تجاوز هذه المرحلة، والمضحك فيها إذا كنت تريد أن تحدث عن هذا الموضوع أن تمت معاقبة وليد الرقراقي من قبل اللجنة التأديب، وتمت تبرئته في لجنة الاستئناف، وكأن هذا الشجار وهذه الصورة القاتمة نزلت من السماء أن يكون هناك مسؤول عنها. اليوم ولا أحد تساءل من كان وراء كل هذا الشيء، من هم المذنبون؟ أي يمكن أن تمر هذه الحالة دون أن يكون لها مذنبون أو يكون فيها مذنبون؟ العقل لا يمكن أن يستسيغ ذلك. لذلك سنعود إلى الموضوع من البداية. أنا رجل أنظر إلى الأشياء بموضوعية، ليس لأنني مغربي يجب أن أكون في هذا الصف حتى وإن كان خاطئا، لا، يجب أن تكون صورة المغرب أسمى من أي صورة أخرى. كاين قراءة أخرى خالد ياسين إذا سمحتي. واش وليد الرقراقي وطريقته في تدبير المباريات صارت مكشوفة بأكثر مما يلزم، وبالتالي حفظونا ما اجتهدناش؟ هذه قراءة اللي كيقولها البعض، في حين كاين اللي كيقول لك هذه الطريقة هي اللي عطتنا نصف النهاية في كأس العالم. أنت أجبت عما قلته في البداية. أصبحنا مقروئين، ولكن لما سألتني أننا لم نلعب على الوضع الاعتباري الجديد للمنتخب المغربي، هذا هو الوضع الاعتباري. كان علينا أن نطور، وقلت أن على امتداد 13 شهرا كنا نائمين في العسل، كنا نلعب على أمجاد ما حققنا في كأس العالم. والمقارنة ما بين ما قدمناه في كأس العالم
وما كان علينا أن نقدمه في المباريات الأخرى وبالأخص أمم إفريقيا مختلف تماما، لأننا كنا الصغار في كأس العالم وكنا نقابل منتخبات عديدة ذات تاريخ. وإذا سمحت لي سأعطيك بعض الأرقام في المباريات التي لعبناها. نسبة الاحتكار استحواذ على الكرة بالنسبة لنا احنا كنا ننتظر، وسأستعمل كلمة ربما أكثر تعبيرا، كنا نتكتل. ونسبة الاستحواذ كانت لدينا في 4 مباريات ما بين 22% في مباراة إسبانيا ومباراة البرتغال، 23% في مباراة كرواتيا، ارتفعت في مباراة كندا إلى 42، وظللنا هكذا. كنا نبقى متكتلين ونقوم بتصيد أخطاء الآخرين. أنا لا أقول باصطياد ولكن تصيد. ما معنى التصيد؟ تصيد أنك تنتظر كذلك القطن الذي ينتظر الفأر ليخرج لينقض عليه. كنا ننتظر تلك الأخطاء وننطلق بهجمات مرتدة. هذا أسلوب، هذه طريقة لعب. الإيطاليون يلعبون هكذا وفازوا بكأس العالم على حساب منتخب الصحراء في 82. مشي عيب خالد ياسين، مشي عيب، مشروع، هذا حق المشروع. ولكن يجب أن تنتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. أنت الآن الرقم 1 في إفريقيا، في كأس أمم إفريقيا كان علينا أن نصنع اللعب، أن نفرض شخصيتنا، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالاشتغال على هذا الجانب. لا يمكن أن نلعب بنفس الطريقة كل المباريات. وأعتقد تجربة وليد الركراكي مع الأندية لم تخول له هذا التطور الذي يجب أن يحدث على مستوى المنتخب. في النادي هناك ميركاتو صيفي وميركاتو شتوي، تنتظر وتدفع المال وتغير اللاعبين. في المنتخب المغربي ليست لديك فرصة الاشتغال مدة طويلة مع اللاعبين، ولذلك تصورك يكون طوال الموسم بمعاينة اللاعبين، وتضع هذا الأسلوب حينما يكون الموضوع يتعلق بمباراة أو مباراتين في توالي خفيفة تبدأ بالاشتغال. وأعتقد أن كانت لدي فرصة على امتداد 13 شهرا أن يغير من نمط اللعب. ولكن برأيي أعود دائما للنقطة المحورية، هي الخسارة أمام جنوب إفريقيا في شهر مارس غيرت الكثير من الأشياء في فكر وليد الركراكي ودفعته لأن يبقي على نفس الأسلوب. ولكن اسمح لي خالد ياسين، قبل جنوب إفريقيا مباراة استعراضية مع البرازيل وربحناهم، مع البيرو مباشرة بعد 3 أيام في واندا ميتروبوليتانو 0-0. هذا لأدلل على شيء واحد، أن حينما تكون المنتخبات في صفنا أو أقل منا نعاني، حينما تكون الفرق أنا أراهنك اليوم نأتي بمنتخب إنجلترا ونأتي بنفس اللاعبين وسترى المردود، ستقول سبحان الله. فين الإشكال؟ فين الخلل؟ لأن دائما الإشكال ليس مع وليد فقط. هذه اسأل كل أجيال لاعبي المنتخب المغربي. أذكرك مباراة فرنسا في سان دوني 2-2، المباراة الرائعة، مباراة كأس الحسن الثاني 2-2 مع المنتخب الفرنسي بزيدان وبديشان وبتيغام وبدوسايي، هذا المنتخب الذي ذهب 3 شهور أو 2 شهر وفاز بكأس العالم. هذه هي طبيعة اللاعبين العرب بصورة عامة، يتعملقون ويحاولون أن يلعبوا المباراة الكبيرة أمام المنتخبات الكبيرة. ولكن وأذكرك أننا حضرنا كأس العالم وذهبنا في 98 وخرجنا بالطريقة التي نعلم، في حين أن نفس اللاعبين كانوا في كأس أفريقيا في بوركينا فاسو وخرجوا في الدور الثمانية على يد من؟ جنوب إفريقيا. هذه المواجهات مع هذا المنتخب دائما إنما يقع في طريقنا يقصينا. السؤال شنو المعمول خالد ياسين كيبان في التشخيص ديالك أنه ممكن تعملقوا مع العمالقة ولكن إفريقيا نفشل؟ تكلمت على الورش الإفريقي، ما قدرناش نشتغلوا عليه كرويا. كانت لدينا اختراقات. حينما كان الجيل الذي يلعب كرة القدم ينصت ويعتبر أنه يأتي ليلعب على إمكانياته ويقارع المنتخبات الإفريقية مع احترام لكل المنتخبات من غير تعالي، أذكر بجيل الزكي
في عام 2004 رغم أن لدي مؤاخذة أننا حينما وصلنا المباراة النهائية الأجواء والمحيط الذي كان في فندق المنتخب المغربي وكأننا فزنا بكأس أمم أفريقيا أخرجنا اللاعبين عن التركيز، وهذه من العيوب. يجب أن يبقى محيط المنتخب المغربي فقط فيه المدرب الطاقم الفني واللاعبين، ألا تكون هذه الصور التذكارية وتعالى والعائلات وهذه أمور فولكلورية. نحن لسنا في جامعتنا، هذا منتخب يلعب ويبقى مركز. كانت في 1980 غادات الخسارة 5-1 أمام الجزائر حينما ذهب إلى لاغوس وإلى إبادان، وكان المنتخب في مرحلة بناء ولكن بأفكار لاعبين بتجند بالدفاع. لذلك أنا استعملت كلمة كوموندو 76 بأي طريقة لعبنا. اسأل وقم بتحقيقات مع اللاعبين الذين كنا الظروف التي لعبوا فيها لعبوا بقلبهم. الآن كثير من اللاعبين يفكرون في أوروبا، يفكرون في ناديهم، يفكرون في الفترة التي غابوا عنها، يفكرون أيضا بأن الظروف المناخية ليست ملائمة. اليوم هذا المنتخب يجب أن يعتبر نفسه أنه يلعب في الجنة. الفندق الذي كان فيه المنتخب، الظروف التي توفرها الجامعة، التنقل قبل كنت تطلع من المغرب إلى بلجيكا لتنزل إلى أو باريس لتنزل إلى إحدى العواصم الأفريقية، الآن رحلات خاصة تنقل المنتخب المغربي، هذا الكونفور، هذه البحبوحة التي يوجد عليها أو يشتغل فيها المنتخب المغربي لا تسمح له بالإخفاقات. أعتقد أن اليوم يجب أن ننظر إلى أن هذا المنتخب المغربي عليه واجبات، يجب أن نفهم بأن هؤلاء اللاعبين لديهم واجبات تجاه المنتخب وتجاه بلدهم، لا يأتون ليلعبوا فقط مباراة كرة القدم، يجب أن يلعبوا المباريات بعقلية المحاربين، أي أن في كأس أمم أفريقيا ليس هناك مجال للتهاون، ولكن هذا يحتاج بالطبع إلى ربان يستطيع أن ينقل إليهم الأفكار. أعتقد قالها وليد، ويجب أن نعطيه حقه في هذا الجانب، أي أنه حينما عاد من كأس العالم وبعد مباراة البرازيل قال بأن العائق الكبير الذي سأواجهه والمهام الأولى هو أنني كيف يمكن أن أعيد لاعبين في السحاب إلى أرض الواقع. من نقولوا بأنه تغرينا شوية خالد ياسين. طابع بالطابع سأعطيك كلمة وأنا أتحمل مسؤوليتي فيها. أنا حتى ربما أنهي الجدل، أنا لا أعرف وليد الريري وهو لا يعرفني ولم يسبق لي أن قابلته، ولا أعرف أي لاعب من لاعبي المنتخب المغربي، وطوال مسيرتي كان لي مبدأ، وهذا بالطبع ممكن أن تضيفه إلى جانب العاطفة التي يجب أن تختفي في المباراة، لم تكن لدي صداقات مع لاعبي كرة لسبب بسيط، هو أنني كنت سأخسر على إحدى الواجهتين. إذا كان هذا اللاعب دون مستوى في إحدى المباريات، إذا كانت لدي صداقة، فإذا ما انتقدته سأفقده كصديق، وإذا سكت عن أدائه السيء سأكون خسرت مصداقيتي. لذلك أنا لا أعرف لا وليد ولا اللاعبين ولا أي أحد من هذا الجيل، لأنني أول عن 30 سنة وأنا خارج المغرب، لا أعرف لا مسيرين ولا حتى فوزي قشع، قابلته مرتين، آخر مرة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية سلمنا، لم نضيف كلمة، لا نتحدث في كرة القدم، لا يعرف أفكاري ولا أعرف. بمعنى خالد ياسين ماشي كيصرف حساب ما؟ ما عنديش حسابات، ما عنديش أجندة، ولا أشتغل لأجندة ولا أشتغل لحساب أحد، أنا أقول ما أراه. أنا قلت وقلتها وأعدتها، هذه القناة هي نافذة كما أنت لديك نافذة، وحبر فيها عن رأيي. وأنا أؤمن بما قاله فولتير، يقول أنا لا أشاطرك الرأي ولكن سأدافع حتى الموت عن حقك في التعبير عنه. والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، ممكن أن نكون أحباء ولكن أنا أعبر عن رأيي وأنت تعبر. طيب خالد ياسين، من بعد الكلام كله اللي قلتي نفهم بأنه من الخيمة خرج ميل بالدارج المغربي؟ نعم، هذه المقولة فيها الكثير من الحكمة، أي أننا، وهنا ربما سأكون صادم، هناك من آمن واعتقد
بأننا ممكن أن نصنع منتخبا في 3 أشهر، وأن العصا السحرية موجودة، وأن المدرب بإمكانه أن يأتي في آخر لحظة ويغير منظومة كاملة. بالله عليكم، أليس فيكم رجل رشيد؟ الدول الكبرى العملاقة التي تحمل الألقاب قضت عقود وعقود في أكاديميات ومحاضرات ومدارس تكوين وإخراج المزيد من المدربين والمكونين والمباريات والمحافل الدولية والمشاركات حتى وصلت إلى لقب. هناك من لم يرسل البعث. إنجلترا بلد كرة القدم، أكبر دوري، أكبر حقوق تلفزيون، أغنى اللاعبين، فاز مرة واحدة بكأس العالم 66 وبالظروف التي نعرف. بمعنى اليوم يجب أن نطرد من أفكارنا حكاية أن نأتي بعصا سحرية. ما حصل في قطر، أنا سألخصه، ما حصل في قطر أنك جاءت ظروف اشتغال جعلت اللاعبين يدخلون، وأنا أعتقد المباراة الأولى وتقبل والله العظيم لو كان في نوع من الشجاعة كنا نربح المباراة أمام كرواتيا، كان هناك تحفظ مبالغ فيه. وجاءت مباراة أمام بلجيكا وانطلقت. أن الحظ يواكبك أحيانا يجب أن نفهم ذلك. والفرق الكبيرة جاءت كأس العالم أولا، لا ننسى أن جاءت في شهر نوفمبر ديسمبر، أي أن اللياقة البدنية والتنافسية الكبيرة لم تكتمل بعد لدى الفرق الأوروبية والفرق العالمية، جاءت في ظروف خاصة عادة يكون في نهاية الموسم ويكون حديث آخر. هذه الجزئية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولكن حينما طلب منا أن نلعب كرة القدم بعد أن تقدمت فرنسا علينا في هدف مبكر، كان وجدنا الصعوبة، وجدنا الصعوبة في مباراة الترتيب، ونجد دائما الصعوبة حينما نكون نحن مطالبين بأن نلعب الكرة. أما أن ننتظر فسهل جدا أن ألعب على أخطاء الآخرين. وأنا أقول لك مقولة شهيرة ونرددها في الحياة، من يخطئ هو الذي يشتغل. الرمضاني يخطئ لأنه يشتغل يوميا، ووليد يخطئ لأنه يشتغل بهذا المنطق. لا، ولكن يشتغل ربما في حقل خاطئ. اليوم بماذا نطالب؟ حتى لو كنت أنا، شوف لو كنت أنا مع استمرار وليد الركراكي يجب أن يغير بوصلته، أن يغير طريقة الاشتغال، أن يغير السلوك، أن يغير، لأن اليوم اتضح بأننا أمام معاناة حقيقية في الورش الهجوم. لا يمكن أن يكذب عليك اليوم واحد، لن تجد شخصا واحدا في المغرب يقول لك بأننا نلعب بشكل هجوم. خالد ياسين، علاش ما نقولوش سمح لي قطعتك، الكبار كلهم خرجوا من أدوار متقدمة، السنغال حاملة اللقب، مصر بتاريخها، الجزائر بتاريخها، كوت ديفوار تأهلت بصداقة مغربية. إذن عادي، علاش نهولون متوجة، علاش نهولون نقولوا انتكاسة كروية؟ ماشي مبالغة خالد ياسين. لا 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 لا, 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 لا أنا لا أتحدث عن انتكاسة. لا أنا لا أتحدث عن انتكاسة كروية، أنا أتحدث وأقولها خطأ في تدبير المنتخب المغربي، تدبير هذه المرحلة. عملية إدارة المنتخب المغربي لا علاقة لها بالمنظومة الكروية أولا، حتى أصحح شيء. هذا المنتخب، المنتخب المغربي لا يمثل كرة القدم المغربية، يمثل المغرب، لأن هؤلاء اللاعبين بنسبة 99% ليسوا منتوج البطولة المحلية. وهذا حديث آخر إذا كنت يوم أيام تريد أن تحدث عن استثمارات في كرة القدم المغربية والتي لا تنتج لك إلا لاعب بشق الأنفس. لذلك أعتقد الانتكاسة لا يمكن أن نتحدث عن انتكاسة، ليس كما كان الحال في 79 بعد الخسارة أمام الجزائر. الانتكاسة تكون حينما تضرب المنظومة بالكامل. ألمانيا التي خرجت مرتين من الدور الأول في كأس العالم في روسيا وفي قطر لم تتحدث عن انتكاسة، المنظومة لا تضرب. ما يتم الاشتغال عليه في ألمانيا الآن هو إعادة المنتخب المغربي وإيجاد الآليات لكي يعود قويا كما كان. ألمانيا كانت لا تخسر المباريات حتى الرمق الأخير ولا تضمن معها التأهل أو الفوز. إيطاليا التي لم تتأهل مرتين متتاليتين كأس العالم
لا تضرب المنظومة. المنظومة هي هيكل اشتغال كما هو الحال الآن. بدأنا في المغرب من خلال الأكاديميات، من خلال عقلنة العمل الكروي، تأهيل الأندية، البنيات التحتية، ولكن المنتخب هو شيء لا علاقة له بالمنظومة. قد يخسر مباراة، قد يقصى، قد يفوز، ولكن يبقى المنتخب في مكانه. طيب سؤال أخير خالد ياسين، تعامل تفضل، كيف نطرد هذا النحس ديال إفريقيا؟ ولماذا نتحدث عن النحس؟ أنا أقول لا أراه من هذا الجانب، أقول كيف يمكن أن أعزز موقعي في إفريقيا وأكون أنا الرائد؟ كنا أول من وصل إلى كأس العالم 70، كنا أول من أهل إفريقيا إلى الدور الثاني. لذلك أن كل هذه العوامل يجب أن نجلس ونقول لماذا حققنا ذلك وعجزنا الآن بعد أن أصبحنا الأول إفريقيين في ترتيب الفيفا، أصبحنا رابع كأس العالم، كان المنتخب المغربي هو المرشح الأول. هذا يجب أن يعطينا درسا على أننا لا يمكن أن نبقى دائما نلعب على معطيات الماضي. المنتخب يجب أن يتجدد باستمرار، أن يكون الفكر متجدد، أن يكون هناك تطور في رؤيتنا للأشياء. ليس هناك أماكن مضمونة لأي لاعب، من يجتهد ويشتغل يأتي للمنتخب. ولكن لا يمكن اليوم أن نقبل بعد ما حصل ما حصل، هو أن يأتيني لاعب مصاب وأنا أعرف أنه لن يفيدني وأشركه في المجموعة. لا يمكنني أن أستدعي لاعب ليس لديه نادي، وحصل ذلك مع رومان سايس حينما لم يكن لديه، كان لديه مشكلة في السد ولم ينتقل بعد إلى الشباب السعودي، تم استدعاؤه والتبرير، وهذا هو الخطأ. حينما يقول لي وليد أن سينوتر كابيتان، هذا هو قائد المنتخب، هذا هو الرجل القيادي، هذه أمور. أعطيك مثال حتى نختم هذه الحلقة، راموس، سيرخيو راموس، وما أدراك ما سيرخيو، أفضل مدافع وأول مدافع يسجل عدد أكبر في المنتخب الإسباني. كان لعب 11 مباراة مع باريس سان جيرمان، وقبل كأس العالم في قطر لم يتم استدعائه، وتم استدعاء لاعبين بخمسة مباريات أو أقل من خمس مباريات. واضح الفكرة، واضحة خالد ياسين. قبل ما نودعك، قبل ما نودعك، نعطيك أسماء ونبغي عليها تعليقات سريعة بدون لساني أو لغة خشب. أشرف حكيمي، تعليق سريع بدون لغة خشب. يجب أن يضبط نفسه حتى لا يعرض نفسه ويعرض المنتخب المغربي للطرد. نقول يوسف النصيري، تعليق سريع بدون لغة خشب. كرة تسمى كرة قدم وليس كرة رأس. أيوب الكعبي كذلك، مظلوم. سفيان رحيمي، مظلوم أكثر. وليد الرقراقي، يجب أن ينظر إلى المرآة ليرى عيوبه. فوزي لقجع، يجب أن يكون حازم في هذه المرحلة وألا يعمل العاطفة، لأنه مسؤول عن قطاع حيوي إجراءات حاسمة منه. خالد ياسين، تكلمتي معنا بدون لغة خشب، ياك؟ بدون لسان خشب. بدون لسان خشب، هذا الأصح. شكرا لك، والحكم للمستمعين والمشاهدين إن شاء الله. شكرا لفريق شرح الحكاية، الترند والتندنس، الترند. الجميع يبحث عنك خالد ياسين، وكيقولوا لك كان محقا. بعد ما كانوا كيقولوا الحمد لله أنك كرة ديال السلبية، دابا قالوا كنتي فاهم. هذا إحساس، الناس لديهم إحساس ولا يمكن أن أتحكم في إحساسهم. شكرا لك خالد ياسين، كنتي معنا بدون لغة خشب مباشرة من الرياض. شكرا كريم نيتسي في إخراج الصورة، شكرا عبد الرحيم سبيقي، إسماعيل روحي في التصوير، عايدة الشرادي في الإنتاج، هشام بوزروال كذلك في القمطرة الفني، قلنا عايدة الشرادي في الإنتاج. حواراتنا دائما بدون لغة خشب، بدون مواد حافظة، رفعت الجلسة.
الله.